الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، نحن على موعد في الكلام على كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام الاسماعيلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة. الله، شوف ايش قال. مرة ثانية قل. قال: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة. قف. يبقى هنا يعني يتكلم عن الرؤيا في القيامة، ليس الرؤيا في الدنيا كما سنبين. فإذا هنا يتكلم ويثبت أن اعتقاد أهل السنة والجماعة برؤية الله يوم القيامة. الذين يقولون بقى لا رؤيا، أو يقولون رؤيا بلا اتجاه، ما يعني كيف يثبتون رؤياهم يقولون بهذا؟ ويقولون هؤلاء من متكلمي أهل السنة والجماعة، أو الذين ينفون الرؤيا، هؤلاء محجوبون عن نعمة الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذي نفى الرؤيا يحجب عن رؤية الله جل وعلا، خسارة ليس بعدها خسارة. أشرف مسائل الدين على الإطلاق الكلام عن رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الدين. قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا. قال دون الدنيا، يعني سنصد الباب بهذه الجزئية، نبتدئها ونأتي بعض الأدلة على الرؤية ونقف، لأن الوقت دهمنا، ونكمل الخميس القادم إن شاء الله. تفضل. قال: وجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. نعم، ممتاز، جزاكم الله خيرا. إذن هنا أتى لنا بأشرف مسائل الدين على الإطلاق، أشرف مسائل الدين، مسألة من أشرف مسائل أصول الدين، ومن أجلها هي أجل وأشرف مسائل الدين، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافسها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم لمحجوبون وعن بابه مردودون. نعم، قال: أعتقدون جواز الرؤيا من عباد المتقين لله. شوف، وصف مقيد، قال من عباد الله المتقين يوم القيامة دون الدنيا، في قولها يوم القيامة دون الدنيا، يعني الدنيا ليس فيها رؤيا لله جل في علاه. طيب، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن موسى طلب أن يرى الله جل وعلا في الدنيا، فهل رأى أم لا؟ طيب، نقول هذه المسألة الشريفة: أولا، رؤية الله في الدنيا، الرؤية في الدنيا رؤيتان، رؤية بالبصيرة ورؤية بالبصر، رؤية بصيرة ورؤية بصر، رؤية بصيرة ورؤية بصر. والمعنى أن رؤيته بالبصيرة أي يراه في المنام، يراه بقلبه، يعني يراه بعين قلبه، ورؤيته بالبصر أن يراه بأم عينه. موسى عليه السلام هو أشرف وأعظم من وطئ التراب في زمانه، وهو من نور العزم من الرسل، طلب أن يرى الله جل وعلا برؤية إيش؟ العين، رؤية البصر. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى مثلا، يشير بالتجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن رؤية بالبصر في الدنيا شاقة جدا، لا مستحيلة، لأنه لا يمكن للعين المجردة تستطيع أن ترى الله جل وعلا. لكن زعم بعض أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما قال ابن عباس، ومن المتأخرين الذي رجح ذلك الحافظ ابن حجر، بأن النبي رأى ربه عندما عرج به إلى السماء، رأى ربه. ويقولون قول الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قالت عائشة، وطبعا لما رد عائشة ذلك هم قالوا بأنه رأى ربه جل وعلا، قال هذا جبريل، قال هذا جبريل، هذه رؤية
جبريل على أصل خلقته بستمائة جناح يحتجون به الآية حرفت الحديث حرف عليهم صحف عليهم نور إني أرى نور إني أرى وأصل الحديث أصل الرواية نور أنا أرى نور رأيت نورا الرواية الأخرى قالها رأيت نورا نور أنا أرى يعني كيف أرى لما قيل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها هناك من يقول بأن النبي رأى ربه قالت أين أنت من ثلاث قال قد قف شعري مما تقول أين أنت من ثلاث من قال بهن فقد كذب أو أعظم على الله بسرية فمن قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله بسرية قد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار نعم وهو يدرك الأبصار وطبعا الاستدلال بالآية فيه نظر لأن الإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم نعم فالصحيح أن النبي لم يرى ربه بعينه البصر بعين البصر بعين بعوم عينه بعين البصرة والدليل الفاصل بين هذه الأدلة ونحن لسنا بصدد الكلام عليها تفصيلا يعني الدليل الفاصل بين هذه الأدلة هو قول النبي إنكم وخطاب النبي خطاب النبي للأمة يدخل تحته خطاب النبي للأمة يدخل تحته بأنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ده جزمه الآن بعد مرور إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إذن هو يدخل تحت هذا أنه لن يرى ربه حتى يموت إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ففيها دلالة واضحة على عدم الرؤية بالعين البصر لكن نقول بالجزم يمكن رؤية الله بعين البصر طب هذا للنبي نعم للنبي طب ونحن نحن الحكم لا يفارق نعم يجوز رؤية الله نعم كيف ترى أنا أرى كل على إيمانه كل بحسب إيمانه كل بحسب إيمانه لك أن تفهم ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختص المال الأعلى قلت لا أعلم قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنا منه فعلمت كل شيء اللهم علمنا رب العالمين زاد جعفر الباقر وأحمد بن حنبل و عبد القادر الجيلاني كل هؤلاء يقولون بأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله في المنام يبقى هذه الأسماء الرؤية رؤية البصيرة الرؤية القلبية الرؤية القلبية هذا في أمر إيش في أمر الدنيا هذا في أمر الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يرى الله بعينه لقوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطعت فإن استقر مكانه فسوف تراني أما المسألة الشريفة التي تتكلم عنها وهي رؤية الله يوم القيامة رؤية الله يوم القيامة الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة سنقف عند بعض الأدلة والأدلة الأخرى إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم مع نهاية المسألة برمتها الكلام على رؤية الله جل في علاه والمبتدع الذين ينفون رؤية الله جل في علاه من الأدلة على ذلك أنا عندنا الأدلة على رؤية الله يوم القيامة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة قالوا بأن الله يرى يوم القيامة قالوا بأن الله يرى يوم القيامة وبالعين البصيرة نعم أما من الكتاب فأدلة كثيرة جدا 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 منها قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة النظرة هنا في الوجوه كالقمر لما؟ للنظر إلى وجه الله الكريم وهنا في قولي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فتعدت بإلى وإن تعدت بإلى معناها العين البصيرة لأن النظر هنا يتعدى بنفسي ويتعدى بفي ويتعدى بإلى كما قلنا في مسألة الاستواء
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب النظر يتعدى بنفسه، فإذا تعدى بنفسه كان المعنى الانتظار، كان معناه الانتظار، كما بين الله لنا وصور الحال بين المنافقين الذين يخدعهم الله يوم القيامة بما خدعوا به المؤمنين في الدنيا. نعم، شوف انظر إلى التصوير لما قال المنافقون وقفوا يريدون المرور، حسب أنهم سيمروا كما مر أهل أنهم يمرون كما مر أهل الإيمان ويعطون الأنوار. ماذا قال المنافقون المؤمنين؟ قالوا إيش؟ قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضلوا بينهم بباب بسور له باب باطنه في الرحمة وظهروا من قبله العذاب. لكن الشاهد أنهم ماذا قالوا؟ قالوا انظرونا أي انتظرونا، انظرونا لا أن تنظروا إلينا، انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا. ويتعدى بفي، فإذا تعدى بفي بأداة في فمعناها التدبر، معناها التدبر، فهي الرؤية لكن الرؤية القلبية، كما قال الله تعالى أولم ينظروا في، أولم ينظروا في، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وفي قول ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذه فيها دلالة واضحة جدا على التدبر والتدبر القلبي. فإن هنا يتعدى النظر بفي ويكون المعنى التدبر والتأمل. نعم، وهذه رؤية بصيرية يعني رؤية قلبية، أما الرؤية البصرية إذا تعدى إلى كقول الله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا أصل الاستدلال على رؤية الله جل وعلا. قال وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة فيها نضرة تشع نورا، لما؟ للجمال الذي يكتسبونه من النظر إلى وجه الله الكريم. الدليل الثاني قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة النبي فسر، والنبي هو الذي يبين لنا أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى جنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك الحديث في صحيح مسلم إذا دخل الجنة جنة نادى منادٍ، نعم نادى منادٍ أو نادى عليهم ربهم تريدون شيئا أزيدكم، فقالوا ألم تدخلنا الجنة؟ لم تنجنا من النار؟ ألم تعيدوا جهنا؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ما أنعم نعيما مثل هذا النعيم. من الأدلة أيضا في قول الله تعالى فعلا لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون ولدينا مزيد. قال أبو هريرة وأنس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود اتفقوا على أن قولي لهم ما يشاءون فيها من حول العين والنهار وغير ذلك، وقوله ولنا ولدينا مزيد، المزيد هنا هو النظر لوجه الله الكريم، لأنه مقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال زيادة النظر لوجه الله الكريم. فقالوا هؤلاء بأن لهم ما يشاءون، هذا الأمر الجسدي، لهم ما يشاءون فيها من حول العين من الخمر من الثمار من الأنهار. قال ولدينا مزيد، المزيد أن يفتح عليهم فينظرون إلى وجه الله الكريم. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا على الأرائك أهل الإيمان، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هو النظرة نظرة النعيم، ومن أعظم النعيم والرؤية هو النظر إلى وجه الله الكريم. هنا قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ هذه تأتي القاعدة الأصولية، نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم. وأيضا في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام الشافعي هذه دلالة واضحة على رؤية المؤمنين لربهم، قال لما حجب هؤلاء في الغضب نظروا إليه في الرضا، لما حجب هؤلاء في الغضب نظر هؤلاء إليه في الرضا. وأما الأحاديث والسنة كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على الرد على البدع الذين يعني يمنعون أو ينفون رؤية الله جل في علا. الأسئلة لو في أسئلة من الوقت خلاص أزف علينا، لو في أسئلة تفضل. يقول شيخ نحن في تركيا ونعاني من الصلاة، ما يعني يصلون صلاة الأحناف وأيضا الفجر يصلونها قبل الوقت، يعني هذه مشكلة كبيرة، يعني مش قبل الوقت استغفر الله يؤخرون إلى الإصفار، وممكن تطلع الشمس ولا شيء عندهم تطلع الشمس.
تقول يا شيخ انا احب شخص اتمنى الزواج منه. كلميه ارسلي اليه ان كان نبيلا وكريما فقولي له انك تحبينه وتريدين الزواج منه لانه لا يرى المتحابين سوى النكاح. كوني على فضل كما كان الفضل لكثير من النساء. عمر الخطاب ذهب فعرض حفصه على ابي بكر وعلى عثمان لكن تفعلي ذلك. تقول يا شيخ دعاء الاسترجاع وإن لا يرجعون اللهم أجرني هل ينفع فقط لمن أصيب لمصيبة الموت أم لأي نوع من أنواع البلاء؟ أي نوع من أنواع البلاء؟ نعم. إن استرجع فإن الله يخف عليه خير. يقول يا شيخ بالله أنا سريع الغضب والحمد لله أصلي 5 صلوات ما هو الحل؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا وحاول قدر الإمكان يعني ألا ترافق من يستفزك وعليك بكثرة الذكر. نسأل الله جل وعلا أن يعني أن يهديني وإياك. يقول القسم بالله يلزمنا صيام 3 أيام أم أكثر؟ إذا حنث يعني لم يفعل ما أقسم به نعم عليه كفارة يمين. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يرد فصيام 3 أيام. أقول وفقك الله وسدد خطاك يا رب امين وشفاك الله وعافاك وجميع مرضى المسلمين يا رب امين. تقول ادعو لابن المريض بالتوحد ربي يشفيه وقر عينك به ويجعله من الذريه الصالحه. تقول كيف نصل للنفس المطمئنه؟ هذا امر لا يكون الا بالدعاء. يقول من فضلكم يا شيخنا اي الكتب السهله والمعتمده في كتب التاريخ الاسلامي؟ كتاب التاريخ الإسلامي الذهبي، كتاب البداية والنهاية. نعم، من أفضل الكتب. يقول ما بين السنة الأولى والثانية مسيرة 500 عام. هل كسائر البشر؟ هل كسائر البشر؟ والله ما أعلم. يقول هل ممكن؟ لكن هي مسيرة 500 عام، يعني كانت تقدر بسير الإبل. يقول هل ممكن أن نكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب نكون كذلك. نطمع في كرم الله. ولم لا نطمع في كرم الله. يقول ما معنى الإيمان لغة يتعدى بكذا وكذا؟ لأنه جاء في القرآن بهذا، جاء بنفسي وجاء بالباء وجاء باللام، فكان لكل معنى السياق أظهره. يقول شيخي ما حال الأطفال المتوحدين في الآخرة؟ المتوحدين يمتحنون في عرصات يوم القيامة. يأمرهم الله جل وعلا بالنزول إلى النار، فإن نزلوا كانت بردا وسلاما عليهم. أحسن الله عليك. طيب انتهت الأسئلة، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكر لكم فضلكم وصبركم على الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.